والله 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 حرقنا ثيابنا ودفينا عليهم بالشتويه الماضيه. أنا صدام حسين الجيسي من قرية جبكاس من ريف حلب الجنوبي. عندي 11 ولد ونزحنا من تحت الضرب من ريف حلب الجنوبي. وجينا نزحنا على جبل كلاهين وقاعدين بهالخيم. يعني تقريبا احنا 4 ملايين نسمة اللي تهجرنا من بيوتنا من تحت الضرب ومن تحت القصف ومن المشاكل هاي. قعدنا بالخيام، الخيام ما تفيدنا لا من المطر ولا الشمس ولا الهواء ولا ابدا. بالشتوية يعني المي يدخل عليك من فوق واذا بدك تشق الصوبة بقلبها يعني الصوبة حتى يعني ليها مطرح ما تنفيس هوا ما بي تقوم تلب الخيمة. لبت الخيمة وحرقت بنت هين عندنا بالمخيم واحترق دكان واحد اخي عندنا هين بالمخيم. والله 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 حرقنا ثيابنا ودفينا عليهم بالشتويه الماضيه. تدفئة ما بي، رحنا جبنا اكياس نايلو ذن الحطن على الشبابيك المترين بثلاث، قمنا تشدرنا من جوا الخيمة مشان المطر ما يفوت الجو على الخيمة. نحن ننام اني وامهم والبنات اخيو ننام بخيمة. وعندنا الولاد الكبار، عندي 4 5 كبار عمرهم من 17 لل 14 ينامون بالمطبخ. والله اسم عدي، قصي، برزان، احمد، سيف الله، علي، حله، عايشة، منتهى، وإناس، ونسيت والله يمكن واحد النوب ما أعرفهم بعضهم والله ما أعرفهم من كثرهم. أكلنا والله مثل أكل الطير. لا والله الطير يجوز يشبع أكثر. نتأمل الأمل بالله. نتأمل يعني رجع على بلادنا يمكن أنا حاط 99% ما نرجع عليها. لأنه ليش؟ من الأنفس أنفسنا ما هي كويسة، الأخ ما يريد الخير لأخوه. ثانياً الجار ما يريد الخير لجاره. ثالثاً يعني ما بعرف إيش بدي أقول لك والله ما أعرف.